ساتورن اكشن. احنا دايرين هكذا، احنا منين نقلعوا نلعبوا في الحيط على بعضنا. يا ودي كنت تشوف عندهم ونقول لك حاجه، مخك مخك يعجبك. هو لا لا، واحد يقرا في كتاب. مساء الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في عدد جديد. هما وحنا، هما وحنا كما جرات العاده نحكيو على امورنا ونضحكوا على عيوبنا شويه، ماشي زعما نضحكوا على الناس، نضحكوا على روحتنا. ويشاركوني كما جرت العاده وحتمولي وتوالف معايا اخي. ازواج زيد تقول حتمولي، اقسم بالله غنعود نقعد تما غير بان انا الاول. هلا حتمولي لما تقول انا سعيد بوجوده معي. شفتي سعيد انت حامد؟ هي بصح تقول اني فرحان. انا حامد بوجودي معي. واستوى سعيد. قولي اليوم ديرو حكاياك تعمل تعال لديك تعالي ديرو في البرد. اليوم راح يشاركوني في التنشيط كما جرت العادة خويا حميد عاشوري، ربي يطول في عمره. وراح نحكيو على موضوع اليوم هايل هايل هايل. لا بروف درناه العام اللي فات والناس ديموندونا، راح نعاودوه لا دوزيام فوا، راح نعاودوه. ما تدخليش جراسيك بارك، عرفتو؟ لا لا راح نحكيو على فريجيدار عندنا. فريجيدار هذاك الابيض؟ لا لا عنده لي كولر. لا لا بصح بصح انا فسكو على اقول لك حاجه في رضا في رضا. ولكن قاعد تحكي على الفريجيدار، كي تشوف واحد ياكل في الطابله تلمو ياكل بوراك وبعد شخشوخه وبعد شكشوكه وبعد الحار وبعد مانيش عارف، بعد ياكل المتوم ومن بعد ياكل كذا وبعد تلمو يتخلص، بعد يشرب جوج يشرب البالا يشرب الاخر يشرب البني يشرب. لا كي يدير هذو كاع دابا تزيد له غير لوبا حمراء يولي فريجيدار كاع السلعة هاذيا. راح نحكيو على الفريجيدار عندنا وعندهم، تبعوا معايا ومن بعد نرجعوا. الموضوع تاع اليوم كيما حكيت مع حميد، فريجيدار فريجيدار عندنا احنا معاناة، عندنا مشاكل. عباكم الفريجيدار في الدار ولا شغل واحد من لافامي؟ لو كان الفريجيدار يطيح بان العائلة كامل تتقلق. والشي اللي مليح في الحكاية انه ما فيه والو، هنا اللي ندوخ. كاين دي فوات انا نورمال ما ندير والو، ما نسحق والو، ندخل من برا حاجه الاولى اللي نديرها نحل الفريجيدار ونرمي عيني لداخل، نعاود نغلق نروح نعاود نولي نعاود نحل. زعما كليكش ما حنصيب كل والو. الفريجيدار تاعنا شوف نحكيو كي كان بكري تاع باب وحده، من فوق كان واحد الباب قدر صغير هكذايا، تلقى لي كلاصو وجوج شكاوى كبير وشويه حميصه. ومن بعد مع الوقت طورنا زعما جبنا تاع ديكور زعما فيه كونجيلاتور. واش فيه الكونجيلاتور؟ الخبز كونجيلي والخبز اكتيماجيني واحد يكونجيلي الخبز. والله العلي العظيم احنا في دارنا كنا كونجيلي والخبز. وين نسكنوا؟ اقسم بالله ما ماشي بعاد على بولونجي ب 30 متر. نخرجوا من الدار نحطوا دروج كاين كوشه عنده الخبز اش 24 نكونجليوه. ما فهمتش علاه، سورتو كاين حوايج اللي ما عندهمش بلاصتهم في الفريجيدار تلقاهم. حبه بسيطه مضروبه بعض الدار شميعات سيبوزيتوار في الفريجيدار، ملي يديروا البيض تلقى الشميعات. وكان ماشي واحد يكون عندك الحمه يقول لك هاك دير سيبو تضربك الريح. فريجيدار فيه جميعات، خص غير باكي قطوط ولا حاجة من الديسبونسر بيضة خاطر. قال زعما قست يدي، روح الفريجيدار تلقى سباراك، كلش فريجيدار، كلش. ألور أون بارلون باكي يلحق العيد، كي يلحق العيد الكبير كاع لحم، ناشر وكبش كاع لحم. ودوكا الحمد لله دوك الناس بدات تفيق، الناس بدات كيما نقولوا حنا تعرف. ولينا الفريجيدار ونزيدو نشريو الكونجيلاتور. كاين هاد الكونجيلاتور في الدار، تصيب الجبانة الحميصة الحوت اللحم. بصح مازال ما فهمت حاجة، علاش تشري اللحم فري باش ديرو في الكونجيلاتور؟ هاو يتباع كونجلي. هما حاجة أخرى علينا.
هذا واش حكينا على الفريجيدار تاعنا، لكن على بالي باللي كاين فرق بيننا وبينهم. شوفوا خي حامد الفريجيدار تاعهم اسكو كيما على بالك سكي باري مقبله. درنا بوز حكى لي على الفريجيدار قال لك تحل تروح داخل السوبيرات كلش منظم. لا لا وتخاف توشي وكل حاجه في بلاصتها، حابك تستمتع قبل ما ديجا شوف تراك راح فريجيدار باش ناوي كاش حاجه تخرج في حاجه واحده اخرى تلمو كلش في بلاصتو. بصح الفريجيدار عندنا سيتو في الكونجيلاتور، اما تفتح تندم على شفتها دوزان كاع يطيح ما جيت ويعجبك حيت بلاكار شغل شغل القجار اللي عندنا في الدار. عندنا في الدار في القجار في الدار نخاف نفتحهم. تفتح القجار ما عاودش يولي بيلات على العام اللي فات نص مفتاح. شوفوا الفريجيدار عندهم نعاودوا نرجعوا. حنا كيقولوا فريجيدار ديجا هما اللي خدموها، معناتها مادام خدموه يعرفوا قيمته. حنا رانا نشريو برك، حنا رانا نشريو. مازال هاد الايامات جات لا موده جديده تاع لا فيسان، لا دوكاتيك ولاو خلاص شراو ماشينات تاع القهوه، شراو الماشينات، شراو الفريجيدار، شراو الميكرويف، شراو اللي تسخن، شراو كاع مام الروبو هذاك اللي دور هذاك يغسل شراو. سما المراه تاعنا تعرف شنو هي حابه؟ هي حابه ما دير والو. يسمى تجيب مراه شغل نتايا كنت قاعد لاباس عليك بعقلك، راح تجيب واحد يقول لك وين راك؟ وين راك جاي؟ وين كنت؟ وين راك رايح؟ انا ملي يشفى لي ميساج قايتك جيب الخبز، جيب الخبز. هذا سيدير شراو شراو كلش. بصح هي على يديروا هاد الحوايج يديروهم باسكو عندهم هدف. قال الفريجيدار باش يحطوا فيه الماكله، قال مثلا الكويزينيير باش يطيب، قال مثلا تاع القهوه شرابيد بو يديروا قهوه ونظيف وخلاص هذيك تاع التلوه وكذا والخلايا يعني باش يفاسيليتيو لي شوز يسهلوا الامور. حنا رانا نجيبوا حوايج وهذوك الحوايج لو كان جاو يهضروا كيف يجي يهضر في الجزائر يقول لنا واش درت لكم غد. انا 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 انا, أنا لكن كي نشوف الفريجيدار تاعنا نخلع سوتو جهه الفوقانيه لازم تجيب واحد شاد كونجيلاتور، واحد شاد هكذا في كونجيلاتور وانت يا دار هذيك الوقت هنايا شغل تاع اليمين هذوك دايرها هنايا ودخل هذيك اللي يحكموا بها الحوسه اللي عندها هكا ودخلها لداخل وزعما تحوس على حاجه هكذا. سينو لو كان ما يشدش وتفتح يجيب لك ربي باراج طرطق وانت حوايد ماي امبوسيبل امبوسيبل. انا اللي خلعوني بولونجي واللي بيع لحم وملحانوت واللي بيع كاع لاصقين مع دانا تقدر تجي تحوس على دانا تخصيهم باش تلقى دانا باب صغير هكذا وكلش في الدار كونجلي. الجلبانه حمص كونجلي شحال انا ناكلو في النهار من حبه هذا كنعودو ناكلو الحمص يا ربي تحرك ثلاث حبات في الطبسي زعما الحمص ايفانمون ديامون كي تخبيه. هما الفريجيدار حاجه اخرى بريميرمون شباب دوكا مينوعو فيهم باش يكون جزء من الكوزينه سايدير ما يجينيكش يكون كي تدخل الكوزينه شغل فريجيدار شغل كي تدخل تقول واو ولا تقول ما كاش كاين اللي داروا لهم الحطب داير له الحطب يتشابهوا كاع يتيك بلي بلاخر غير حتى تفتح باش يقول لك هاو تما. بصح كي تفتحوا تستمتع ما تخافش. حنا الفريجيدار تاعنا لازم يعطيك معاه انا يما كي تحب تخبي الياورت ولا حوايج زعما دو فالور سوا ديزون تخبيهم مول لبس مول معدن باش تاكيد تفتح باش ما يجيش الاخر لابوار تاع الياورت باش ما تجيش داخل في وجهك. باسكو انا كابابل انا خويا ياكل باطا من بعد يعاود يولي يزيد علاه ياكل لي زاروم شغل يسي خويا شغل لابوراتوار يسي تاع القارص بعد تاع البانان هو ماهوش جايب خبر بلي هو ياكل في لابار تاع خاوتو. وحنا واش يقولوا؟ يقولوا اصبح روح في الجدار كل بطايور بصح ما تقولش لخوك ومن بعد هاك حلوى ما تقولش لخوك ومن بعد انا جبت واحد الحاجه بصح باك تقول لخوك ومن بعد يبدا يكبر هاد الطفل يبدا يكره خوه. نرجع لكم للفريجيدار. الفريجيدار عنده بستف وين القرع القرع وين تقدر تصور معاه تقدر تفتح الفريجيدار وتاخذ تصويره كي ديفلوبيها واش يقولوا لك؟ يقولك هذه وين سوبيرات ولا وين هذه ان بروجي ولا دخلت كاش دار كبيره ولا هي كاع فروه ولا القرع الفوق الاخر هكذا وما كانت تضيع الوقت الماء خرجوه لك برا. حنا كل دقيقه فاتح فريجيدار غرق فريجيدار فاتح فريجيدار اللومبا ديجا تاعنا ما تشعلش خلاص تحرقت كون جات فروج كون راهي نحاول اكواغط هما دارك الماء برا الا تسحق كاس غير قيس كاس كيفتح على بالو على شرح وعلى بالو وين محطوطه
قال لي جاي تحتها جاي الخضره الفوق، احنا يطلع لك الخضره الفوق يحبط لك كدال يدير لك هذه من هذه ويقول لك نورمالمون نورمالمون يبعتوك تروح تجيب حاجه في الفريجيدار نورمالمون موراها احنا عندنا موراها يعطوك الحلال الشخصي على خاطر التليفون ولقيتها مي هما لهي الفريجيدار مخدوم باش يحطوا فيه الحوايج ما تتلفش ما بالتمبيراتور يعرفوا شحال. والعلماء واش يقول لك؟ يقول لك كي الفريجيدار تلبو يفتح ويتغلق يتفتح ويتغلق يتفتح يكونسومي تريسيتي ويقعد 6 سوايع كي تفتحوا 6 سوايع باش يعاود يولي الحاله الطبيعيه تاعو. احنا عندنا غير نحيو الباب ويديروا لي الخير. يا اخي قلت لك احنا عم تربي علاش ايوه هيدا كل لحقنا لنهايه هذا العدد ما بقى لي الا نقول سالك تضحك تضحك على الفريجيدار تاعنا ولا ديالكم نعم تربي الا كم اللي راح في بابك ما قلتش والله صدقوني احنا لما نزول نصوروا هذه الحلقات هذو نستمتعوا ليكيب تستمتع نتمنى برك اننا وفقنا في تقديم الاشياء ولا طرح الاشياء باش نكونوا باش نكونوا خير من الامم ولا كيما الامم يا رب العالمين وفقنا وفقنا يلا نلقاكم في عدد اخر ان شاء الله نقول لكم السلام عليكم ساتورن اكشن احنا جايين هكذا احنا منين قلعوا نلعبوا في الحيلة على بعضنا يا ودي كنت تشوف عندهم ونقول لك هذا مخك مخك يعجبك هو لا واحد يقرأ في كتاب